أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين إعادة أكثر من 400 نازح عراقي من الموجودين في مخيم الهول بسوريا إلى مخيمات جنوب الموصل. معاون مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير قال أن الوزارة وبالتعاون مع وزارة النقل وقيادة عمليات نينوى استقبلت في منفذ الفاو التابع لناحية سنوني في قضاء سنجار بمحافظة نينوى 444 نازحا كانوا قد نزحوا إلى سوريا إبان دخول عصابة داعش الإرهابي وسيطرتها على المحافظة منتصف عام 2014.